هلا وسهلا. موضوعنا اليوم ايش، ما الفرق بين هاوس اند هوم؟ What's the difference between house and home؟ الهاوس هو البناية او الهيكل اللي تشوفه بعينك، كم دور. يعني الهاوس اسم جامع لكل ما يسكن فيه. الهوم هو أي مكان تعيش فيه وتكون مرتاح فيه وتحس بينك وبينه ألفة. والهوم ليس من الضروري أن يكون مثلا بناية أو هيكل، ممكن يكون يعيش في الكهوف، بعضهم يعيش تحت الجسور، بعضهم يعيش في القوارب. My office is my home. قلت كده لأن مكتبي أحس فيه بالانتماء وأحس فيه بالراحة والطمأنينة والألفة. لو كنت عند أصدقائك تقدر تقول I feel at home، يعني لو كنت في الهاوس، يعني الهاوس حق صديقك تقدر تقول I feel at home لأنك شعرت بالطمأنينة والراحة. ولكن لو كنت في الهوم، في الهوم حقك، ما تقدر تقول I feel at house لأنه هوم حقك. كيف تقول I feel at house وهو الهوم، أنت ساكن في الهوم؟ أو ممكن تكون وطن، مثلا South Africa is my home، يعني وطني هو جنوب أفريقيا. الزبدة من هذا كله، الهاوس هو مجرد بناية وهيكل، الهوم هو المكان اللي تعيش فيه ومطمئن فيه ومرتاح وتنتمي.